في الوضعية بتاع اليوم باش نحكيو على علاقة أزلية أزلية بين لحمات والكنة. يا باب يا باب يا باب يا باب يا باب يا باب، لحمات والكنة يعني تومي جيري في بعض الحالات، ولكن ثم ساعات تلقى حمات عسل، معناتها ديما ننزهوا الأغلبية عسل، وساعات تلقى الكنة عسل، ولكن في بعض الحالات تلقاها لحمة شوية بين لحمات والكنة. إن شاء الله ربي يهدي النفوس وإن شاء الله ربي يصفي القلوب، هذاك علاش بستقبلوا مدام هادية. عسلامة مدام هادية، مرحبا بك. تفضل مدام هادية. مدام هادية زارتنا البركة. عايشك. لاباس؟ الحمد لله. منين جيتنا مدام هادية؟ من البحر الأزرق. من؟ من البحر الأزرق. من البحر الأزرق. إي المرسى ومندراك. صغري الكل عديتو في بطحة غادي نخيط، فهمتني ولا؟ أنا سكنت في أبو سلسلة. خيط في مدرسة حي الرياض. عند سي عمرو وسي سلاح. إن شاء الله ربي يبقيهم بخير ويطول في أعمارهم إن شاء الله. آمين. كنت تلميذ نجيب، موضوع آخر هذا، والله. كنت ديما نمشي للبحر الأزرق. عندي صاحبي اسمه عادل كان يلعب جارديان في المرسى، جول، فهمتني؟ ممتاز على الآخر. إن شاء الله يطلع يتفرج فيا على الدولة، فهمتني؟ وقتاش اسمه علي السلمي أونترونور. أنا كاري غادي الحق، معناها ما نعرفش برشا. مشكلة قصيت عليه شوية حتى. علاه خويتي؟ نحب نحكي على تاريخي النضالي. نحب نحكي على نجاحاتي، شبيك أختي؟ انت باش نبدا نكذب، انا وقت اللي بديت باش نكذب انت قصيت عليا طول. الله يهديك يا هادي، ربي يهديك يا هادي. وقت اللي نغمزك يا هادي، وقت اللي نعمل لك بعينيا تكلمي انت تكمصي. فهمتني يا هادي؟ البحر الازرق، كنت نكور في البحر الازرق. بطاحي البحر الازرق كانت شاهده. يعيطوا لي القوم، القوم القوم. جوارات نفسخ فيهم على بعضهم، نبدا نفسخ في الجوارات نفسخ. يا هادي ما تفهميش في الكوره هذاك علاش تضحكي انت. صدقني. يا هادي نبدا نفسخ في الجوارات نفسخ في الجوارات، ومره جات الكوره لفوق عاليه على الاخر، فهمتني؟ طلعت في الهواء. لا ما نجمش نحكي هيك. لا نمشي الامين قارة، نمشي البرنامج امين قارة نحكي على انجازاتي، خلينا نفصل لك فصل. طلعت في الهواء، ركزت على ساقي اليسار باش ناخذها كوتشي زو الكوره. تقريبا بعد الميليو، بعد الميليو بالضبط. طلعت لها في الهواء وانا طالعه طالعه طالعه. نخطفها كوتيزو العباد كل عملها كحل فما وكذا، جبتها في الكتر فانديس مش الكوره الكذبه. حسن اسمعي، ظاهره من ضحكتك ظاهره ماكش مصدقتني جمله هادي. التاريخ لا يرحم. حسين نمشيو بيتي. هاي اللي هادية، اللي هادية قلت لي تسكن في البحر الأزرق. به وين تولدت؟ في نفزة. في نفزة. أنت من ريف نفزة ولا من نفزة نفزة؟ من ريف نفزة. نتشرفوا بيك. الدشرة الدوار شنو؟ فما نهايشية معناتها. نهايشية اسمها؟ نهايشية. إي. هذيك قداش تبعد على نفزة تقريبا؟ 30 كيلومتر. 30 كيلومتر. به مرحبا بيك من الريف الجميل، أحلاها البلايص هذيك. قريتش شويه في حياتك؟ لا بالكل ما قريتش بالكل. ما عادش نستغرب تقريبا برشا وضعيات جاونا ما قراوش بالكل. ما قريتش بالكل؟ لا ما قريتش، هذيك الحاجه اللي انا توا مقهور عليها الحق. مقهور عليها، ما فاتك شيء، راه تنجم تعاود تقرا، فهمني ولا؟ وكل شيء يتصلح. تكتب اسمك قداش عمرك هادية؟ انا من عام 89. من عام 89. والله أنا يوجعوني الوضعيات هذوما بالحق، راهو معناتها في 2020 رانا نحكيو ناس طايره بالانترنت والدنيا والخباب، الواحد واحد حتى اسمه ما يعرفش يكتبوا. الله يسامح اللي كان السبب. بوك عايش؟ عايش.
هو كان السبب؟ هو وامي زادة، حتى امي زادة كانت سبب مع خاطر امي اختارت شكون باش تقري واختارت شكون باش تخليه يمشي يخدم في. لحظة لحظة، قداش من واحد في العائلة تو؟ احنا سبع بنات وليد. سبع بنات وليد، باهي. شكون اللي قرا؟ عندي اخواتي ثلاثة ما قراوش، خرجوا يخدموا في الديار، اللي تعمل 9 سنين تخرج تخدم. اللي توصل 9 سنين تمشي تخدم؟ توصل 9 سنين تمشي تخدم على روحها في دار. كبرت 9 سنين قاعدة في الدار. 9 سنين عمرها. كبرت الطفلة. أبعثها تخدم. من مش للنادي، مش للنادي الثقافي، نادي الأطفال، لا. ماذا تفعل بنادي الأطفال؟ لا، فهمتني؟ مش تبعثها تقرأ هذا أبي مبروك صباح الخير يا أبي، لا، تبعثها تغسل في الصابون والمعون وتكلت على سعدها، فهمتني؟ ولا تتشد من شعرها وتتلطخ على الحيط يوكلوها، فهمتني؟ ولا تحت الباب، فهمتني؟ أي ولا ترقد لشي ومرعوبة، ناس ما تعرفهمش، وانت ومغرفتك شهزت حاسيلو. ثلاثة ظاهرة الحكاية طوي. انت ثلاثة اخواتك مشاو يخدموا في الديار عمرهم 9 سنين؟ اي عملت. باهي، انتم من نفزة وين مشيتوا خدمتوا؟ اخواتك وين مشاو يخدموا؟ في تونس كل. في تونس؟ اي، جينا معناتها كراب الغالي. بربي العملية كيفاش تتم؟ اعطيني السيركوي، كيفاش مثلا؟ فما سمسار. هو معناتها يكلم العباد. سمسار يسمسر بالعباد. سمسار هذا يجيب لك راهب الغادي للريف، وكل كرهب تجي تهزم معناتها بنايه باش تخدم في دارها وتمشي. والام ولا البو اللي موجود غادي ياخذوا شهريه بالمسبق. على الاقل والله الحمد لله سبحان الله فريمون، كثر خيرهم والله كثر خيرهم. خلصهم بالمسبق. قداش الشهرية؟ قداش الشهرية يا اختي؟ أنا أول ما خدمت ب60 دينار. أي خير وبركة، اللهم صل على النبي. 60 دينار شهر، تكلت النهار ب2000. إن شاء الله تريبيه النهار ب2000. مالا جوا قمة السعادة. الله لا تربحهم. أنا سي جعفر باش نقول لك حاجة. أي أنا وقت اللي وصلت العمر نتاعي، خاطر عندي بنت خالي وعندي صاحبتي، احنا ديما نلعبوا مع بعضنا واحنا صغار. وقت اللي جاو هما عملوا 6 سنين، كل واحده فيهم هز ابوها باش تدخل تقرا. انا في الوقت هذاك عرفت روحي انا يلزمني نقرا، عرفت لي انا عمري 6 سنين لازمني نقرا. حاولت مع امي ومع بابا نقول له بابا نحب نقرا، باهي تو نقريك، باهي تو نقريك، حتى لين فات العمر نتاعي. حتى كي تجي بنت خالي ولا صاحبتي هذيا يجيبوا الكارنيه نتاعهم، بالحق يبدو فرحانين على الاخر. وانا قارئ، انا نحلم ملي كنا نرقد في الليل نحلم بها القرايه، نفس نحلم بها لي انا في وسط مدرسه وسد ستيلو كراسه وما نعرفش نكتب. اي حسيبهم ربي. ورد بالك تحلم انها تقرا طفله. اقصى ريت هذه اقصى درجات الالم انه انسان يحلم بحاجه ويشوفها حتى في الليل. عمرك 6 سنين تحلم بروحك تقرا؟ الطول السعي هذه انا نحلم بروحي انا في مكتب نقرا، اما ما نعرفش نكتب، معناتها العباد الكل يعرفوا يكتبوا، انا ما نعرفش نكتب، نبدا نخزر وكهو. قعدت لها كي الغصه المراره والله تو راه مش حديث التلفزه، هنا محلقين قاعدين والله، الناس يتفرجوا فينا عباره في الدار. اي وقتاش فكتاوك اختي؟ وقتاش تم انتدابك؟ وقتاش؟ عملت عمري 9 سنين. وقت اخواتي كيبدوا عليه انا بالحق معناتها نتقلق على الاخر. وقت كل مره تمشي وحده فيهم، احنا كنا مع بعضنا 4 بنات، كل مره تمشي وحده فيهم كانوا عندنا عليلش حاسين عندنا عليلش نسرحوا بهم في الغاب في الغادي في الريف. مره سرح انا والبنات اخواتي وجا نذكرها بابا، هذه جا بابا وجا معاه سمسار، عايت لخواتي الزوز اللي هما يلزمهم يمشيو يخدموا، جات الكهرباء سعي. السيد الوالد نتاعك، الوالد عايش قلت لي؟ عايش. ان شاء الله ربي يطول في عمره. عايشك. مشاو خواتي حاصلوا بدلوا لهم ولبسوهم، مشاو طلعوا في الكراب ومشاو. انا بالحق تاثرت برشا وقتهم مشاو الوقت هذاك. لحظه بربي مدام، نحكيو شويه ما يسالش. الطفله هي خواتها بنات عمرهم 9 سنين 6 سنين تلعب هي وخواتها. تصور عزيزي المشاهد، لا قدر الله عليك مثلا انت تو موظف ولا موظف سامي والا وزير، سيد الوزير، وزير الشؤون الاجتماعيه، سيدي وزير الداخليه، تصور لا قدر الله عليك وعلينا، فهمتني ولا وليداتك في العمر هذاك
يبدأوا يلعبوا مع بعضهم بالتليفون، عندهم الواي فاي، عندهم 4G وكذا، وعندهم الايباد في دارهم وكذا، وياكلوا في السكالوب باني، ياكلوا في الكروفيت والشفغات، فهمتني؟ اللي انا لتو ما فرقش بيناتهم، وهما قاعدين في انسجام وكذا، وانت مرايتك وانت وعائلتك، ان شاء الله ربي يحفظكم السادة الوزراء والسادة النواب. ويجي واحد ينقز على دارك، زيو 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 زيو. بعد تقرر سيد الوزير باش تحل الباب، تمشي تحل الباب تلقى سمسار جايب اسوزو، يقول لك سيد الوزير بربي انت قداش عندك؟ 4 صغيرات، اعطيني زوز باش يمشيو يخدموا في داري. فوليداتك يمشيو يخدموا في دار وياخذوا 60 دينار سيد الوزير يظلي به. تصوروا انت تقاري في ولادك خارج حدود الوطن، ولا تقاري فيهم بريفي شهر بثلاثة ملايين وثم بعشرة ملايين، فهمتني؟ سيد الوزير هذو مشكون بيهم في بالكم؟ إلي المرأة هذه اللي من نفزة منها ألاف في البلاد، في بالكم اللي عايشين واسمه تجارة البشر؟ في بالك ثم ناس تسمصر بالعباد، التاجر بالعباد 9 سنين تمشي تغسل المعون مطبسة، فمني ولا 9 سنين هي اللي هي نورمالمون تقرا؟ ولديكم سديد النظر، هزوا خياتك قدامك. لقيت انا واختي الاخرى وقالوا لكم راهي خواتكم ماشيين يخدموا؟ ماشيين يخدموا في الديار في تونس. قداش قعدتوا ما شفتش خواتكم؟ كان في المواسم، في العيد الكبير العيد الصغير هكا ما يروحوا، فماش حاجه اخرى. يحرموا اخوه من بعضهم صغار ملايكه؟ راهو في بالكم فاش نحكوا ولا توا قلت الدولة والمسؤولين وكذا باش يضربوا بعصا من حديد، أدعوكم أنكم تضربوا بعصا من حديد، ولكن برجولية بوك مع كامل احترامي بوك هو اللي باع. بابا سي جعفر بابا كان حنين، نحسها حنين برشا بالحق، نحسها حنين برشا، نحسها حنين، أما ما نعرفش كيفاش من توا كي جبت الصغار عرفت اللي هذاك ما كانتش حنانه بالحق، خاطر انا ما نتصورش انا نجم نعيش ولادي في الشارع وما نبعثش حتى واحد من صغاري باش يخدم ولا باش يعمل، وتمرمت برشا انا توا مرمده على الاخر وما نجمش انا سامحني كنت دخلت في موضوع اخر، انا عامله ولا تشرت في الشارع انا وثلاثه صغاري، مشيت للمعتمد. لحظه نجي امك نورمال معناتها؟ اي عادي تجي كهربان في يمشو تبكي، صحيح تبكي شويه تبكي شويه بربي تبكي تبكي. قداش وقت تقريبا؟ نفس الوقت هذاك في الليله هذيك، فكان النهار مسافه اللي الكهرباء تمشي شويه معناتها النهار هذاك، النهار هذاك تعدي من القلق. لا ظلمناها زاد الوالده. باهي اخواتك اللي قراو وين هما توا؟ خواتي اللي قراو هما دارنا كريم في العوينة توا حاليا، فهمت؟ عندي زوز يقراو في الفاك توا، صلي على النبي. الحمد لله. واحدة في الجامعة نتاع الزيتونة تقرا تربية إسلامية، واحدة بروف نتاع ما نعرفش حسب والله نسيت. مش مشكلة تخدم؟ لا هما معناتها كي تخرجوا. لا أختي هذه تحت كنترول تعاود إن شاء الله ربي ينجح يعيشك. أنت كان قريت شنو كانت حلمتك تطلع؟ ما نعرفش شنو الحلم نتاعي بالضبط، اما انا قاتل الحلم نتاعي اللي انا نقرا، نحب نقرا نتعلم. كان قريت مثلا شنو تحب؟ شنو تحب تكون مهنتك مثلا؟ حلمت انك الحقيقه تكون... الحقيقه احنا عندنا برشا ظلم في بلادنا، في الوقت هذاك كان بابا ديما يشكي على الارض وعلى الواحد، نقول له بابا قرني تنولي محامي ومعناتها ونعاونك في الوقت هذاك. معناتها كانت بالحق كانت هذيك انا باش نولي محامي باش انا خاطر بابا ندافع على بوك، باش ندافع على بابا، وبرشا ناس غادي بالحق مظلومين. اي هاي العنوان، هو العنوان يكون هكا كان هبطوه في الانترنت، دافع على بوك اللي هو دفعك الى العمل في سن صغير شوي. محلاك الله هادي، ان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك. عايش. عندك ضحكه جميله، ان شاء الله ما عادش نشوفك تبكي بالكل الله هادي. باهي خدمت في الديار؟ خدمت برشا في الديار. طحت في عائله به؟ طحت في عائله به، وطحت في عائله خايبين. انا اول ما خدمت جاتني كهرباء هزتني الباجة، بعيد علينا برشا باجة، خاطر انا في نبزه قريب. بالنسبه لاخواتي معناتها حاسلوا
مشيت خدمت في بيجة، جاتني وقتها عايشوني عند عمتي كي مشاو اخواتي ما عادش حاب نقعد في الدار. وليت نعيش عند عمتي، عمتي مراه مطلقه وتعيش وحدها. ما عادش الدار ما عادش نحملها. ما مشيتش تخدم، مشيت بعد عمتك. لا هذا بعد ما مشاو اخواتي، خاطر انا مازلت ما عملتش 9 سنين في الوقت هذاك. صرت مازلت سامحوني بالله لحظه من لحظه. ثم سن 9 سنين، يلزمك توصل 9 سنين ها؟ وشنو هي الحكمه بربي؟ ما نعرفش، لتوا ما نعرفش. 9. انا عند عمتي جاتني كرهبة كالعاده سمسار. جاتني كرهبة وقتها عمتي ما حبتنيش نمشي خاطر متعلقه بيا برشا، وانا زاد هي تفك فيا باش انا ما نمشيش، وانا بالطبيعة مشيت ما نجمش ما نمشيش. باهي. مشيت خدمت عندهم، بقيت عندهم بريود كبيره برشا. من بعد معناتها العارف اللي انا نخدم عنده ربي يرحمه هو، انا كنت خاف برشا بالحق، نخاف كي واحد يموت ولا نخاف الدار مولي يخاف منها. طفلات كيف هو الراجل مات وانا غادي وقال لي بنت ولد ترقدني في فرشه، في فرشه هو اللي كان يرقد فيه قبل. وين ترقدك؟ في فرش. في فرش عارفي هذا اللي هو مات ربي يرحمه. الله يرحمه، خلنا نقعد اختي. هو توفى الله يرحمه وينعمه. قداش عمرك انت وقت اللي توفى؟ انا وقتها قلت 9 سنين. 9 سنين؟ اي. 9 سنين ويرقدوك في فرش المرحومة؟ بعد ما مات هو كنت قبل نرقد معاهم هما في بيت وحدة، معناتها ما خلونيش وحدي ولا. اي. بعد وليت نرقد في فرش وهو، وساعات بنتها تجيب حذايا. بالحق وليت نحلم برشا في الليل اللي هو يجيني، بالحق نحكي لك في خفت. تو بالله لحظة اختي. تو نورمال. يا ودي انا بتهيري اسمعيني. ياريتيني تو انا مكهب على 50، مكهب على 50 ومشيت لدار ميت، اقسم بالله العظيم، ويقولوا لي ارقد في فرش المرحوم. مش ارقد في فرش، ولا هذا الكاس المرحوم نطيشه على طول يدي الساعه. شنو بالله لا لا الله، شنو هو ذا؟ بالحق انا وقتها سي رقدتي انت في فرش المرحوم؟ رقدتي في فرش المرحوم؟ ما نجمش نتكلم ونقول لا ما رقدتش. لا رقدتي في فرش المرحوم؟ جاك النوم؟ ما رقدتش، انا في رعب، انا خايفه. ما خذتكش غمضه شوي؟ لا بالكل. الحمد لله اختي. بالكل، اصلا انا فيق ونبدا نهلوس اللي هو جاني. بالحق والله ما وما نجمش. انا تو وليت مهلوس اللي يجينيش. هو ربي يرحمه في دار. لا نعرف ربي يرحمه كذا، اما العباب واحد موجودين. ربي يرحمه، نعرف ربي يرحمه، فضلك عليك. شوف اما ما تجيش، ما تجيش بنيه في العمر هذاك ما تجيش. جاء بابا باش ياخذ شهريه، ما كانش تليفونات، ما كانش يكلمنا بالكل خاطر ما فماش تليفونات عنده هو. وقتاش يجي الوالد ياخذ شهريه؟ كل راس الشهر. كل راس الشهر. جاب شيخ الشهريه يا اخي كبشت فيه. معناتها ياخذ الشهريه من الباب ولا يدخل يشوفك ويسال عليك؟ لا يدخل، اما يدخل يعمل قهوه مع عرفتي وتعطيه الشهريه ويحكي معايا شويه وروح على روح. يحكي معك شويه معناتها يعطيك نصائح على مستوى. لا مش ما يجينيش و يعطيك الخطه، يحكي معك شويه معناتها في الكوجينه يعطيك الخطه، يقول لك اكسيليري شويه في المعون. لا 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 هو باش يتفرج فيه باش يتغشش، اما انا خاطر سيء ما عادش نجم. كي يجيني معناتها شنو احوالك لاباس هكا، وما يسالني شنو اللي صار فيك، كيفاش تاكل، كيفاش ترقد، كيفاش تعيش، جمله هذا فهمت. لاباس نقول لها بابا لاباس هكا، يهز الشهريه هاي بسلامه بسلامه. هذاك يهز الشهريه يهزها الكل اكيد، ما راهش 100 فرنك، انا شهريتي من ما راهاش. ما هو انت ما عندكش تليفون، ما عندكش باش تشري حاجه نسائيه. لا. لحظه اختي اختي. لحظه اختي لحظه 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 عاد لحظه لحظه عاد هذا الخور عاد. سي جعفر هما كي يجيو الكهرباء كي تجي باش تهز البنيه من غادي، المراه تبدا تحكي بالكدا، خاطر لازم باش تجي امراه في الكهرباء، ما يجيش راجل وحده وما يبعثوناش، لازم باش تجي امراه. المراه تبدا تحكي شو لبستك عليا وماكلتك عليا وطبيبك عليا وما نعرفش شنيا، فهمت هكا هاو يمشي في بالهم هذاك هاو، معناتها انا نبقى نستناهم هما اذا كان شراوا لي ولا عملوا لي، اما شهريتي ما راهاش بالكل. باهي كي تمرض يداويوك؟ فما اللي يداويك وفما اللي يخليك هكاك، فما اللي كي تحت عند عائله خلوك هكاك. اي تحت عند عائله ومرضت بالكدا عندهم. كيف شديت الفرش برشا وما عادش نجم، ولت ندوخ ما عادش نجم. كي جا بابا قال لها روح بنتك. معناتها البطري فيها بلاي، روح روح بها، روح بها شارجيها في الدار. طحت في عائله مثلا ضربوك؟ الحقيقه عائله واحده بالحق تضربت فيها، وسامحني كان باش نقول الكلمه سي جعفر. يقول لي ما تعيطليش باسمي، تعيط لي كلبه بالحق. اش تعيط لك؟ تعيط لي كلبه. هذه عائله هكا هاولي تصرفت معايا هكا.
هي امرأة. لا أنا سمعت كلمة صحيحة ولا اللي قلتها تو شنو هي الكلمة؟ أي. بعت لي كلبة ما بعتليش باسمي. لا لا إله إلا الله. أي أقسم بالله وراس ولدي ذكرى نورت عيناي. هاي 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 هاي. أنا ما سمعتلكش ني سبب سي جعفر. اسمعني. المرأة تضرب فيك؟ أي وقت أنا شد صحيح بالحق خاطر ولي وشدوني كريزات نتاع غش بالحق تعيط لي هكاك تصرف معايا هكاك وليت نقول نحب نروح. وانا ما نعرفش شديد كي نمشي ما نعرفش تونس انا تو عرفت تونس ما نخرجوش كان باش تهزنا المراه تهزنا لدار امها اذا كانها صغيره ولا اذا كانت كبيره باش تهزنا لدار بنتها ما نعرفوش تونس بالكل اي شكون اللي يضرب فيك هذه معناتها مراه خدمت عندها في رواد حطوني عندها لا 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 المراه تضرب المراه تضرب فيا علاش تضرب فيا انا قبل ما كنتش هكا بالحق كنت بصحتي ولا باس الحمد لله ما عندي حتى مرض ولا باس حتى رجلها يقول صباح الخير تغشش بالحق تتنرفز ما تكلمهوش ما تحكيش معاه ما فهمت باش كيفاش تضربك مثلا مره بالحق هذيك ما ننساهاش بالكل قالت لي شو اليوم راه باش نظف كل جينا بالبدا وما نعرفش ني باش يجيونا هي وقتها باش تولد وكل باش يجيوها من فرنسا ناس يقربوا لها فهمت عملت اللي علي انا جيت يا اخي هي جبت الغاز نتاعها جبت ورا الغاز يا اخي ضر لها هي مسخ انا ما ظهرليش انا نظفت عملت علي كي قالت لي شبيك خليتها بتهرى وانا نظفت على الكلمه هذيك ما نعرفش على الكف منين الحق منين جاي كيفاش تناقشني كيفاش تحكي معايا ما تحكيش معايا كي نحكي معاك هبط راسك ضربت الكف كي نحكي معاك راسك كلوطه تعمل لي مش بتجي انت بتجي انت تناقشني راسك كلوطه قالت لك راسك كلوطه اكيد راهي ان شاء الله تطلع تتفرج فينا ان شاء الله تطلع تتفرج فينا اعطتك كف وقالت لك راسك لوطه يا كلبه هكا انا ومن وقتها ولات تعيط لي كلبه ما عادش تعيط لي باسمي بالكل حتى قدام عمتها ورجل عمتها متغشه ولا فرحانه؟ هي ديما متغشه هي ديما على اعصابها لحظه خلينا نعطيوها دعوه جماعيه دعوه جماعيه اعزائي المشاهدين ندعيو دعوه جماعيه ان شاء الله المره هذه أنا نقول حسبي الله ونعم الوكيل إن شاء الله تلقى فعلها إن شاء الله تلقى فعلها إن شاء الله ربي يهدي واللي قلته في قلبي إن شاء الله ربي يهديها حاجة ماك به أي أي طحت في عائلة به طحت في عائلة به أعطينا مثلا شنو عملوا معاك عملوا معايا برشا حاجات باهية طحت في عائلة في المنزه منزه تاسع دونك العائلة هذه فرحوا بيك عملوا معايا الباهي أنا وقت يشوفوني صغيرة برشا حتى في عيد ميلادي يعملوا لي عيد ميلادي أنا نحب العرايس الصغار يجيبوا لي العرايس معناتها يشريوهم لي فهمت يشريوا لي حوايج جدد اللي أنا عمري ما نلبس حوايج جدد ما نلبس حوايج عرفتي ولا عمري ما لبست حاجة جديدة هما يشريوا لي بالحق يفرحوني فهمت في العياد توصلني هي المرأة توصلني بالكهرباء نتاعها حتى البلاد تخلينيش وحدي ربي يبارك لهم الله يرحم والديها بالحق الله يرحم والديها ما حسيتش عندهم اللي انا معناتها نخدم عندهم حسيت روحك بنتهم رغم اللي دار كبيره برشا وفيها برشا تعب وفيها واحد اما نفسيتي مرتاحه نفسيتي مرتاحه نفسيتي مرتاحه برشا النفسيه المرتاحه قبل ما نواصلوا معاك انت اعزائي المشاهدين والخطاب هذا الكلام هذا باش نقوله للاولياء اللي في اللحظه هذه يتفرجوا فينا والا الامهات اللي في اللحظه هذه يتفرجوا فينا ويخموا انه غدوه باش تجي كهرباء تهز لك بنتك تخدم في الدار، ثم برشا يتفرجوا فيها تو في اللحظه هذه. بربي لا تطيشوا ولادكم. بربي لا تبيعوا ولادكم. بربي رانا باش نتحاسبوا عليه نهار اخر كظناء. بربي لا تخلوها تمشي تخدم في حتى بلاصه ما تدريش عليها ماكله شاربه متهنيه مريضه تعبه. بربي قريهم خليهم يقراوا ويحلموا. بربي في اللحظه هذه يا سيدي الكريم اللي عندك زوز بنات ولا بنيه وتخمم غدوه ولا بعد غدوه وباش تجيك امراه وتقول لك ماكلتها عندي وشربها عندي وطبيبها عندي. بربي امان لا تعطي بنتك. رجاء 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 خويا انا هاني قلت فهمتني ولا باش نرتح ضميري عرستي؟ عرست وش بيك قلت هيك اخيتي؟ هي يا ريتني لا عرست لا 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 لحظه عاد السام انت كيفاش تعرفت على العريس هذا؟ ما نعرفش انا كما كنت نحكي لك ما انا جوست نحكي لك على عائله اكا هاو من بعد ندخل لك في بيه موضوع العجل اللي انا ركبت لي بالحق انا نفسانيا تعبت على الاخر انا خدمت عند عائله قبل هذوما زاده بالحق معناتها حاشاك عندها مكتب في جنينه
فهمت بالحق نحكي معك خاطر قلبي موجوع برشا. حطوا العشاء يتعشى والا فطور واللي هو واكيد تتفرجوا فيه يعرفوا اللي نحكي عليها. بعد ما ياكلوا بعد ما يكملوا الماكله تتحط في صحن صحفة ولا اللي هو تتقسم بيني انا والكلاب. يا بابا تفرج فيه باش تعرف بنتك شنو عانيت بالحق. كيفاش اختي؟ بالحق معناتها الماكلة تتقسم بيني انا والكلاب. نخرج لبرا ناكل ما ناكلش في الكوجينة. اي نبات في الكوجينة فما كوجينة في الجنينة نبات فيها غادي جراي في القاع ونبات فيها وقت هما عندهم تبارك الله اللي انا نجم نرقد في بلاصة نظيفة. هذا الكل بابا ما يعرفهوش بالحق. ما بيجي ياخذ شهرية ويروح ما يعرفش. يجي الوقت هذاك المرأة تضحك له في وجهه بنتك محلاها بنتك تسمع الكلام بنتك اكاهو ما يعرفش. امي زادة ما تعرفش. امي وقت اللي روحوا من العيد للعيد نروح ونبدا فرحان اللي انا مروح نبدا مستيحشه غادي نحب نروح. ما نحكي ليش اصلا هي ما تسالنيش. وقت نجي وباش نرجع سايي رد بالك على روحك رد بالك تضيع روحك. انا وقتها ضايع سايي. يا ناس يا عالم. امرأة تونسية ساعة مش امرأة تونسية بشر مش بشر طفلة صغيرة الماكلة تقسم فيها مع الكلاب. هذاك الكل أثر فيا سيدي. شنو؟ هذاك الكل أثر فيا. أنا نفسيتي ما عادش أنا ما عادش نتحمل حتى شيء بالحق. ريت نخرج للشارع سي جعفر. انا ماني قلت لك حلمي الوحيده هي القرايه. كان نحب نقرا نخرج للشارع في العمر هذاك. تصورني انا لابسه جب وهذا قفه نتاع حوايج نتاع مراه عمرها 70 سنه 80 سنه وران دادي كيفاش لابسين كيفاش ماشيين يقراو. بالحق نتقهر من داخل ما نحسش روحي نورمال. انت عمرك 9 سنين 10 سنين لابسه جبه نتاع مراه كبيره. نلبس جبه نتاع مراه كبيره وراسي في التقريطه ونمشي للواحد نهز القف ونمشي لوسط السوق نمشي نقضي قايمة بكل شيء. أنا ما نطيبش هكا هاو نمشي نقضي من المارشي نمسح نطيب. أنا حاسب أول ما خدمت نطلع على كرسي باش نغسل معون نطلع على كرسي. أقسم بالله نطلع على كرسي والله وراس ولدي. أوه اسمعي تو هو الواحد ويا ويلي كان طيحت حاجة وكسرتها شنو اللي باش يصير فيا في النهار هذاك. بوك 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 بوك. انا باش نقول بابي سامحني اللي انا حكيت خاطر سامحني اللي انا حكيت خاطر هو باش يتغش اللي انا حكيت. اما لا لا يتغشش ولا معناتها يتغشش اموره بوك اليوم. لا لا تجافر هو احنا كي نروحوا من تونس للبلاد معناتها نظهروا زعما هكا لابسين وهكا ساعات واحده شعرها مجبود فهمت. مره انا روحت هكاك معناتها لابسه لبسه واحد. فما هذه حكايه باش نحكي على امي خاطر تعذبت برشا منها. فما طفل بالحق لليوم انا ما نعرفوش وما يعرفنيش لتوا فهمت. كي شافني وكل كتب جواب وبعثوا مع ولد خالي على اساس لي انا. وقت ما فماش تليفونات فما واحده اكاهو عندها تليفون قلت خلي ربي يهديه مش عطاه نمرها هي مش نمرها انا ما عنديش تليفون. الوليد هذا يكلم البنيه بنت جارتنا هذه كلمه قال لها هادي معايا. قلت لها اي هادي. كملت معاها كيك اللي هو معناتها يحب يخطبها ويحب ما نعرف شنو. انا في بالي بشي وقتها انا مروحه مريضه وما عادش نحب نخدم. صارت مشاكل وصل لي الجواب جاني حتى للدار وكل امي قالت لي هذاك علاش ما تحبش تخدم انت انتي تحب تولد لهنا على خاطر الطفل هذا خاطر تحب تعرس وانتي مازلت فخصه مازلت قاعده تعرف. وانا ما نعرفوش انا لليوم ما نعرفوش هذاي. اي معناتها انت تخدم في الديار وانتي فخصه وما تعرسش تخدم في الديار. انا حكيت لك هذه امها زاد ان شاء الله يا ربي يهداها في الليله ان شاء الله يا ربي الليله قبل غدوه ربي يهداها امها زاد. الوليد هذا بالحق لليوم ما نعرفوش نقولوا ربي يسامحك على المشاكل اللي عملها لي بالحق هو البنيه هذه.
مشيو. ممكن نيته طيبة هو راه. هو نيته طيبة أما البنية هذه خدمت مخه وإنت. عرستيشي. عرست. وين عرفتيه هذايا الراجل؟ هذايا أنا ما عرفت ما عرفته في المرسى. أه؟ في المرسى. في مصر؟ في المرسى. أه سامحيني. في المرسى باه. في المرسى. قلت لك أنا كورت في المرسى. كنت زويت باه. أسمعني والله العظيم. نبدأ داخل كلها مارادونا هاو جاي مارادونا. والله جمهور يضرب فيه بالحجر يقول اه مارادونا اه مارادونا على ما كنت ملاعبي الحمد لله. باهي اسمعني تعرفت علي في المرسى انت عارفة. وين في المرسى؟ انا وقتها عند عائله في سيد داود هي مراه وراجل ما يجيبوش صغار ماني ما عادش نفهم مع دارنا خاطر خرجت من عند مراه نخدم من عندها باهينش هذوما هذوما معاهم انا ما نخدمش عندهم انا معناتها معاهم في الدار وكاهو معناتها هاك معاهم فين في الدار ومعاتي معناتها من الشكل اللي نخدم كانك بنتهم ساكنه معاهم كاني بنتهم هكاك احكي لنا اللقاء احكي لنا اللقاء كيفاش تعرفت على راجلك؟ تعرفت عليه انا وقتها نخدم في قهوه في ياغورت وريق في المرسى وراوح لهذوما. قهوه نتاع واحد تاليني في المرسى. ايه تعمل في قهوه؟ لا لا نخدم. اه تخدم باه؟ نخدم الغادي ونروح للعائله هذوما خاطر انا ما عادش نفهم مع عائلتي ما عادش قابلين في الدار. مش مشكلة ايش؟ تعرفت عليه هو. وين تعرفت عليه؟ تعرفت عليه انا تعرفت عليه في جنينه انا طالعه و طالعه هذيك حسيت تاع سيدي عبد العزيز تعرفت عليه الغادي في الجنينه لان تو نتسب بها كل مره كل ما تجيني واحده تقول لي لمك من الجنينه ما نعرفش علاش لمك من الجنينه اي اي هذه انا كنوريك الاوراق اصحابها البنات اللي هم صحابهم تو الكل ملي تجيني تقول لي بربي انت منين جابك؟ جابك من الجنينه راه ما نعرفش علاش هو ما جابنيش من الجنينه انا متعديه ياما علاقات وفي الجنينه وقعدنا في الجنينه اخويا وجونا به والجنينه به ياما انا فما كان انا وهو نعرف اللي احنا تقابلنا في الجنينه من بعد وليت عند العباد الكل الحكايه عند الناس الكل انتم عرستوا؟ عرسنا اي ايش المشكله تقابلتوا في الجنينه معناتها عرسنا هو يحكي اللي هو نادم اللي عرس بي استناني عرسه كيفاش اول لقاء كيفاش تقابلتوا انت متعديه مروحه هو كلمك انا متعديه وهو قال لي نحب نحكي معاك في الاول قلت له لا من بعد عاود في نهار ثاني. انت تمشي هكا تو بدار وهو خالته راك يمشي. اي هو طلع من البحر. هو كان في البحر كان يبحر. اه هو كان في البحر مريو الخلع وشورت. مريو الخلع وشورت وشليك. الله يرضي. وانت ماشي في الجنينه هو كان يبحر. هو كان يبحر. باهي خالته راك شنو قال لك؟ قال لي نحب نحكي معاك. نحب نحكي معاك. اي مريو قلت له ليه انت؟ قلت له لا وكملت على روحي ما خلطش علي. ما خلطتش عليك إيه ندمتي اللي ما خلطتش عليك ولا ما كش لا ما ندمتش خاطر انا وقتها ما عينيش في الرجال بالكل باه كملتي في ثنيتك روحتي كملت في ثنيتي من بعد لقيت القهوه اللي انا نخدم فيها فهمت خرجت انا خرجت كمل خدمه مره نخدم غدوه هذا مره العشيه زاد من غدوه نفس ماناش بعد على بعضنا ما تقابلتك في اليوم عاود قابلته من غدوه زاد صدفه مش معناتها هو ما كلمنيش ما عندوش نمرو يعني وهو خارج من البحر هو الغادي قاعد الغادي معناتها مش اه باهي المره الثانيه ما قاعد غادي باهي راكش حاسر وقال لي راني انا حاجتي بيك ونحب نحكي معاك ومعناتها مانيش باش نصوحبك ومن بعد نلوحك ولا حاجتي بيك بالحق حاسر باهي انا كحكاية معايا هكاك بحكم انا تعبت برشا في حياتي بحكم انا ما عادش عندي عائله انا بالحق ما عنديش عائله تعبه نفسانيا زاد يعني كي لقيته هو وقال لي هو حاجته بيا بالحق اعطيته نمرويا صحيح كنا نحكي مع بعضنا بالتليفون ونتقابلوا زاد بهيشي هو معناتها اخلاقه بهيشي كان باهي معايا برشا ها؟ كان باهي معايا برشا بالحق من كان باهي برشا ما عديناش جمعة ونص وعرفني على دارهم باهي هي حماتي ولوستي حمويا ما يعيش معاهم باهي حماتي ولوستي و انتم عرستوا ما ولا عرسنا تمشيش تقول لي عرستوا داركم عرسنا اي عرسنا دارنا ما عندي بهم حتى كونتاكت اي دارنا رافضيني دارنا بحكم انا تعبت على الاخر انا وصلت خرجت من مراه بالحق لا كي عرستي داركم مجوش مجوش وما في بالهم الجمله اللي انا عرست من بعد علمتهم اي بعد علمتهم سي جعفر خاطر هما مش قابلين عرستوا في السر عرسناش في السر احنا حماتي في بالها عملتوا زازه عملتوا حفله بعد صارت الحفله بعد ما كتبنا صداق اي بعد ما كتبتوا صداق عملتوا سهريه عرس وحنا لا عملنا سهريه عملنا ليله واحده اكاو ليله واحده اي ما يسالش ما يسالش عائلتك حضروا؟ ايه عملتها في دارنا في داركم؟ هاي الحمد لله قداش قعدتوا متزوجين؟ احنا من 2013 حتى شو وقتاش؟ حتى لتوا احنا لتوا معرسين عندكم وليدات؟ عندي ثلاثة صغار ثلاثة؟ ان شاء الله ربي يفضلهم لك شنو اساميهم؟ عندي مريم ونور وادم ان شاء الله ربي يحفظهم امين يا ربي باش تقريهم؟ اكيد هذيك حاجة مستحيل ما نقريهمش
هذوك باش نعمل مستحيل عليهم ما نعرفش. باه كي عرست وين عشتوا؟ كتبنا صديق الغادي خاطر احنا كي روحنا قال لي روحوا لدار باب من بعد احكي لي قصه اخرى. طلعت هو عنده قصه وانا بقصتي. قلت احنا باش نفهموا يظهر. ليش طلع عنده زاده؟ طلع هو زاده معناتها انتوا راجل عايش فيه ماهوش هو. امه وابوه كل حد على روحه عايش في مشاكله وهو صغير. حسب ما يحكي يقول لي هو معناتها داره معذبوه قبل. عذبوه؟ يقول لي هو ما عذبوه قبل اللي هو معناتها حتى هو ما قراش برشا معناتها. باه باه. حاسين طلقته؟ طلقنيش. راجلك موجود؟ راجلي وقتاش بدات المشاكل؟ احنا عرسنا 2013 بدات المشاكل 2014. انت اليوم استدعيته هو؟ انا استدعيت حماتي. علاش؟ هو تعبت معاه. انا صديت حماتي خاطر ذي الامل الوحيد باش نقولها تحكي مع ولدها تفيقوا ويتلهى بينا. احنا مرمدين احنا وصلنا نبيتوا في الشارع. سي جعفر ما يروحليش للدار. نهار اللي روح كان انا نجم نقوم ونصف لك كيفاش يدخل بالحق. نصف لي نوريك كيفاش يدخل. باش نوريك كيفاش يدخل. دق الباب يبدا عنده جمعه ولا جمعتين ما شفناش. يدخل يعمل هكا يمشي البيت كان عنده حويج يلبس. كان ما لقاش وين يدوش ولا حاجه يدخل يدوش يقد روحه لا كلام لا سلام لا حتى شيء. وكي يدخل سامحني كي يدخل بساك بكساك اللي فيه الجازوز تقول امي بساك شراب في ديه. انا اللي يغيظني ويوجعني اللي هو كي يدخل صغار هالتو متعلقين به ما نجموش ينسوه رغم اللي هو ديما بعيد علينا. يدخل بساك متاع شراب بنتي تبدا حتى راقده تقوم بابا شنو جبت لنا؟ ليه هذاك مش ليك مش تبعك من ذاك. ما يصرفش على ذاك. شوكولاته ما فهم كعبه شوكولاته ما يجيبهاش. مش لازم شوكولاته حليب كوش. جمله الحليب والكوش انا ولدي اقسم بالله. ما عندوش يخدم ولا ما يخدمش؟ يخدم وقادر يخدم على عائلته. يخدم في البني يخدم في البني. اي وقت اللي يبدا بني يقدر يلقى خدمه. يقيم بولاده. واضح واضح. انت اليوم مستدعي حماتك باش تكلمها تقولها كلم ولدك يهديك يقيم بينا رانا تمرمدنا. حاليا وين تسكنوا؟ حاليا انا في البحر الازرق وعلى قريب في الشارع ان شاء الله. عليه؟ على خاطر سي ما عادش نجم. انا سي جعفر انت ما سالتيش شنو نخدم انا كنت. شنو تخدم؟ انا وقت اللي هو هرب وخلانا مشيت للبلديه مشيت للمعتمد. كي مشيت للمعتمد وزيت صغاري واحنا في الشارع وقتها. اي. دوب ملي دخلت له ما حكيتش معاه جمله. مصبره ويتفرج فيا. دوب ملي دخلت له. قلت سيد المعتمد راني انا وولادي في الشارع عامل لنا حل. ولدي وقتها عمره 4 شهور. انت ولادك في الشارع انت كلوشار ورجلك كلوشار. تعرفش كيفاش؟ قال لي هذوك مخليه من هزم السويس وانت برا بيت في الشارع ولا دبر راسك. اما نحب نسالك سؤال. راجلك ضربكش؟ اي هذيك الحاجه اللي انا راجلي كي يجي يضرب برشا مش يضرب مره. شكيت شي بيه؟ شكيت برشا مرات. كلموا الحاكم كلموا المركز. شد حبسه؟ ما شدش حبس. علاش ما شدش حبس؟ عليه؟ كلموا المركز عبد الله اجا باهي تو نجي ما يجيش. ديما هكاكا شكيت بيه على النفقه خاطر تعبت سييت مرمدت انا وولادي. فهمتك. ما يجيش. عنده حكايه الشربه كهو ما عندوش حكايه اخرى؟ يشرب يسوحب في البنات سي جعفر. يسوحب في البنات وعلى فكره حماتي في بالها اللي هو يسوحب ونمشي لها ونشكي لها. احنا مره سكني في ثانيه في مرناق من بعد مرضت بنتي ما لقيتش باش نداويها. حصرني سكر عليه الباب قال لي خليها تموت شمك فيه بنتي يا زماتيك. فهمت الوضعيه الكل. مدام تويك باش استقبلوا حماتك. شو اسمها؟ حماتي سالمة. ساميه؟ سالمة. سالمة. اوكي اقعد انا. اعزائي المشاهدين النموذج هذا الحقيقه شفنا منه قبل معناتها وجونا برشا قبل ولكن المراه موجوعه برشا وشفنا معناتها وضعيتها كيفاش تخدم في الديار وكذا على صغر سنها ما شفت شيء من الحياه لا قرات لا تعلمت لا تفردت. بعد تلقى روحها متزوجه وجايبه 3 صغار ومهده انها باش تخرج للشارع وتبات وباتت ديجا في الشارع. معناتها انا زاد نتساءل على الانسان كيفاش يتزوج وما عندوش روح المسؤوليه. معناتها كي انت ما عندكش باش تتزوج ولا باش تقيم بمراه راه ماهيش فازه الزواج هو. ماهيش فازه. يزمك تقيم تكون مسؤول مش بعطى فلوس نحكي يزم ثم مسؤولية روح المسؤولية. نستقبلوا الحاجة سالمة. عسلامة. مرحبا بك.
تفضل ارتاح. مرحبا بك سهرتنا البركة. بيك عايشك. أنستنا وشرفتنا. عايشك. لابس عليك الله سالمة. الحمد لله عايشك. الله سالمة. نعم. منين جيتنا؟ مرسى. من مرسى. تشرف. بيك عايشك. قداش عندكم تعيشوا في مرسى؟ عندنا 20 سنة أكثر شوية. 10 سنين. 20 سنة أكثر شوية. 20 سنة. عندك وليدات؟ أي. قداش من الولايات؟ أربعة وليدات. زوج بنات وزوج ولاد. إن شاء الله ربي يحفظهم. يعيشك. وإن شاء الله تفرح بأولاد أولاد أولاد أولادهم. يعيشك. لا سالمة. نعم. تتفرج في البرنامج. أي. تعرف اللي كونوا ثم شكون وراء الجواب هذايا؟ أي. حسب رأيك شكون؟ بنتي غادي. بنتك؟ بنتك أنا هي الصغيرة الكبيرة؟ بنتي اللي هي مرت ولدي معناها. ها؟ بنتي مرت ولدي. آه بنتك مرت ولدك. متأكدة؟ إن شاء الله. وعلاش مستدعتك؟ لو كان هي. خاطر عندهم قضيهم ورجلهم. أول مرة نسمعها راه بنتي مرت ولدي. هاي بنتي خاطر بنتك تعطيها للناس الآخرين وبنت الناس تجيبها لدارك. كلام زين، برا بتصفقوا عليها. شوف شوف عسلام 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 بس الحمد لله الحمد لله اي به بنتك شات بحثينا اليوم لسالمة تعب ياسر المرأة ثلاثة صغيرات وولدك مش موجود استدعاتك اليوم باش تقول لك اقف معايا مرأة مضامة تعبة تمرمدت في صغرها فهمني ولا عندها ثلاثة ملايكة هاي قدامك احكم على سلم سامي انا جبتك هنا خاطر بالحق تعبت انت تعرف شنو اللي انا وعبد الله معناتها في الاول معناتها حابين بعضنا. و صحيح معناتها تعرفنا على بعضنا فيسع وعرسنا فيسع صحيح معناتها حتى كي روحنا البلاد معناتها انا ما كانتش عندي نيه اللي هو باش يعرس ولا انا باش نعرس. انت تعرف كي روحنا غادي معناتها عم حسن حاب يكتب لنا صديق وهو زاد حب هذاك وانا ما خبيت عليه حتى شيء حكيت له على حكايتي الكل. قلت له عبد الله انت تحب تعرس بي انا باش نحكي لك على حياتي كامله حكيت له على كل شيء معناتها هو يعرف شنو اللي عندي وانا نعرف شنو اللي عنده فهمت على غالب بعد تشوفي حالتك كيفاش وليت معناتها نهاري قعدت في الدار نهاري بيت البرة انا برشا مرات تسامي نجي نشكيلك ولا نكلمك في تليفون نقولك تسامي راني تعبت راهو عبد الله ما يحبنيش ما عادش يحب حتى يوصل لي راهو عبد الله معناتها ساعات يعديهم كل يوم يشرب ساعات يقعد لك بشهرين بثلاثه ما يشربش ومن بعد يولي يحب كل يوم يشرب كي نكلمه ونقول له عبد الله مصروف الاولاد ما عنديش علاش ما عنديش شاد لي كان في حكايه النفقه سقت لي النفقه سقت لي كيفاش سقت لك تسمي انت تعرف في بالك اللي عبد الله صحب عليا برشا مرات في بالك اللي عبد الله كل مره يهرب ويخليني قداش المرة هرب وخلاني يا عبد الله؟ لا سالمة نعم كلامها صحيحة هاني نسمع فيها وباش نجاوب اي لحد الآن هاي نستنى فيها تكلم كلامها وانا نجاوبها معناها اي تحب نجاوبها تكلمت هي قالت لك ولدك اللي هو رجلها هي تو باستحباب راهي مستدعيتك كيما امها نعرف انا هي مش تتهم فيك انت اللي سالمة لا لا نعرف نعرف هي مستدعيتك باش تاخذي معاها مستدعيتك خاطر انت اخر حل عندي اخر حل انا بالنسبه لي انا استدعيتك انت خاطر اخر حل خاطر انا كي نجي نحكي معاه ما يسمعنيش ما يكلمنيش بالكل سي تعبت في بالك بيه رمضان ولت عمله كيفاش عديته وين انا وحدي في رواد وهو ساكن مع بحذاك انت وبحذا اخته انا ما هو ساكن عندي تقول لي ساكن عندك خاطر ما هو ساكن عندي انا نجيك في سيدي رمضان الغادي انا نجيب ولادي وانا نجيب له كي تقول له راني انا باش نجي هو يجي لداري يجيبك لداري وتتقابلوا في داري اما مش ساكن عندي انا في بالي اللي هو ساكن لا لا سامحني لا هذه ما هوش ساكن عندي انتم انا قلتوا مشيتوا الرواد بحذا كريتوا بحذا دار بوك غاديكا كي عيط لك ليك انت ما عندكمش وانت تقابلوا جو تقابلوا عندي
باهي انت في بالك وقتها اللي انا حبل بادم ها فهمتي وزوج صغار وهو معناتها عايش حياته كيف ما يحب هو نجي نحكي معاه ما يسمعنيش بالكل في بالك اللي عبد الله كل مره يهز يديه ويضربني ونحكي لك نقول لك سامر عبد الله يضرب فيا تقولي لي وسعي بالك وانت عارف كيفاش تاخو راجلك وانت ما نعرفش شناي كيف نمشي نشكي بيه انا علاش جبتك لهنا مش معاش تلوم عليا انا كي شكيت بعبد الله قبل شكون يجي للمركز جيتيني انت للمركز انا جيتك هزيت الصغار خاطر عندكم صغار ما جيتيش باش تهزي الصغار انت وقت جيتي للمركز قلتي لي انت ماكش بنت اصل كي جيتي بنت اصل ما تشكيش بيه وقت هو هرب علي وانا قاعده وحدي لا انا هزيت الصغار خاطرك انت حطيتهم من برا في الشارع وشتي تصب عليهم لا يا ولدي تبعوك وحدها نور ومريم تبعوك هما انت جيتي انت وملك تعاركي فيا قلت لي ماكش بنت اصل اللي تشكي بيها اما انا لهنا ماني جايبش اللوم على حد لا حد. انا انت شكيت براجلك هذيك امور بيناتكم انت وياه انا تسامي كل ما نشكي لك اقل حاجه تخسرها عليا تقولي لي انت ماكش لاهي يا هاديه سالمه هذه ام راجلك ش مدخلها معناتها انت علاش عيطت لها تو انا عيطت لها باش نحاول نلقى حل خاطر هو ما عادش يحب يسمعني بالك شهية نجم تفيق ولدها بالك شهية نجم تلقى حل بيناتنا لا سالمه تو هذه ماي بنتك ولا اي ولادها ولادك اي وراجلها ولدك اي شوف لنا حل انا ما عنديش حتى حل هما الزوز ما تنجمش تشدها هي ولا تشده هو راه انا ديما من هي انا عمري ما هربت سامحني انا عمري ما هربت اما هو ديما يهرب لحظه اختي السؤال هو الاتي صحيح يعرف نساء على حساب مرته وانت تعرف لا تسامي قداش تسامي لا سامحني نسالك سؤال واحد هكا هو تفضل نسالك سؤال تفضل انا عمناو الوقت اللي انا مازلت كريت وعلى فكره انا نلحلح بيه ونجي ونقابل فيه باش نرجع نكري خاطر انا كرش على حلقي وانا نرقد قدام بابا يخزلي وانا كرش على حلقي وليت حاشم على روحي لحلح حبيب باش نرجع كي رجعت وكريت انا معناتها العباد عاونوني بفلوس وكريت انا وذاك الكل سكتت بالحق وصلنا قعدنا هكاك نكلم اختي تقرا في الفاك اختي تقرا في الفاك تنقص من مصروفها باش تجيب كسكر وتات لولادي خاطر قاعدين جعانين ولادي فهمت قلت له عبد الله كيفاش قال لي انا تو مازلت رجعت نخدم ما عنديش مازلت رجعت نخدم صبرت على ذاك الكل جابت لي اختي دبوسه الغاز نتاع عارفها اللي هي تخدم في ريستوران انا حبله عديت 5 ايام في الدار سي جعفر اللي انا كريتها عديت 5 ايام ولدت بولدي فهمت بعد ما ولدت بولدي شنو عمل عدى معايا الجمعه بعد الولاده وهز موتوره ومشى ما نعرفوش عليه وين امه مفجوعه انا مفجوعه اخته نكلموا في بوف البلاد وكنا مفجوعين عليه وين وين وامه جات تلوج في اوراق في واحد باش تمشي تعلم عليه الحاكم وين وين مشى عاد هو هز موتور ومشى للكيف باعه باش يشري العلوش امان اي ومن بعد نحن كي كلمناه لقيناه في الكيف امان تسامي اي وين باعه موتور سامحني الموتور وين باعه وين باعه في الكيف هذا باعه في الكيف ولا حد ما قلت انتم باعه في الكيف اما سامحني باع الموتور في الكيف سامحني اللي مشي للكيف مرته والده عندها جمعه وما حتى دابوست غاز ما عندهاش وربي يعلم بها وثلاثة صغار وفرانك ليدر ولا يهز روحه يمشي للكيف من غير ما يعلمني تليفونه مسكر عرفاتها اللي في فرنسا اللي يخدم عندها في الجنة يكلموا فيه الكل يهز على حد انت تطلبي في انت واحدة من الناس تسامي عنا ربي في الدنيا انا طلبته خاطر ما نعلمش عليه هو وين بعدك طلبته وكلمنا وكلمك وكلمني بعد قديش اليوم طلبناه من غدوه كلمه على حال تليفون لا يا تسامي راه فما ربي في الدنيا نعرف فما ربي ماكش انت باش تعذبني يا تسامي راه 5 ايام وحنا نلوجوا عليها الطفل انت لولا وليتي خفتي قلتي ولدي قتلوه هكا ولا امان ما تقوليش بعد نهار عرفتها الكل يطلبوا فيه الناس الكل يطلبوا فيه هو ريحته ما فماش يا هاديه اللي باش يبان موتورها سي جعفر نفسي كيف مش هذا الموضوع تو السؤال اللي طرحته للحاج قلت لك هل هو عنده علاقات اخرى مع نساء في بالك؟ ايه سي نقول لك انا هبش نذكرها انا في حاجه تسامي انا قاعده في داري وجاتني البنايه هذه رانيا وقالت لي يا هاديه انا ما نحكي معاها اللي هي اللي كانت ساكنه عندك انت رانيا اللي كانت ساكنه عندك انت كريت انت وياها قبل كي جاتني لداري وقالت لي هادي راني انا وغفران خرجنا مع عبد الله وصاحبه في الكرهبه فهمت وراو معناتها وصلنا لك لنا تريحه خاطر حبوا يتعدوا علينا واحنا ما حابين صاحب عبد الله حاب يتعدى عليها ذوم وهما ما حبوش وعبد الله معاه هاديه كي جاي سي جعفر نذكر فيها هاديه هذا هي حديث انا نذكر فيها في البنات اللي خرج لا ما تذكرنيش خاطر انا في بالي هي جات حكيت لك انت اولا هي ما حكيتش قدامي انا حكيت لك انت
انا الكلمه ذا يقول ما عنديش بيه حتى دخل، انتم اخترتوا بعضكم خذيتوا بعضكم مشاورتوا حتى واحد صحيح كلمة حطيتونا قدام الامر الواقع. جيت جبت لي صداق من البلاد قلت لي تفضل انا عرس بولدك يا هاديه. انا كي جيتني انت شنو قلت لك يا حاجه؟ لحظه عدلان يا هادي تو باش تسمعي شفناها مع رانيا في الكهرباء وطلعت انت. لحظه عادي هادي خلينا نكلمك انا مجرب زاد ومكلفخ. انت زاد تحبي تحظي اسرتك وكذا سدي وذنيك سي جعفر. راهو خليني نكمل كلام. ماني انا اخوك ولا انا اخوك هادي؟ اي سي جعفر نحبك في الله ودخلتي قلبي واحد ربي يستر. اسمعي راهم يجي كان لي غمك كان اللي يزيدك مشكله على مشكله والناس تقلقل ياسر. يا سيدي سكري وذنيك. معقول هكا ولا؟ معقول. انا تو السؤال لك انت البنيه هذه باهيه فيها الباهي وفيها الخير. احكي لي على الباهي. باهي الباهي اللي هي بصغارها معناها وما تخليهمش وخدمت عليهم في البلديه والكل تعبه وشتات صب عليها والكل. هي. والخايب فيها اللي هي حتى اختها هي قالت لو كان اختي وعبد الله يباتوا في الشارع انا ما نعطيش فيهم ثقه. الكل الناس الكل لا في الكبيره ولا في الصغيره ولا في العزوزه ولا حتى اللي اكبر مني تشك في عبد الله فيهم. مغياره ما سامحني تو هو يخدم عند الناس يخدم في ديار الناس ويخدم معناها عند النساء هما يحكموا. بنت عرفته قالت يحبوا ياخذوا له بنت عرفته ويسفروه لفرنسا. يا اخي توا زعما طفله عايشه في فرنسا للدرجه ما لقيتش راجل كاين عبد الله معرفش شو بيها عبد الله ما نعرفوش. لا 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 لحظه فما ربي تسيري. لا 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 والله يا هادي قسما بالله قلت لك الكلام هذا والله قلته لي انت منك انت ليا انا. لا ما والله سؤالك هاو. لا واصل مدام الكلام هذا والله قسما بالله قالتهولي هادية منها هي ليا انا. وانا ديما نحكي لها نقولها يا بنتي راهو راجلك حافظ انت عليه ما تعرقش انت وياه ما تعملش ليه مشاكل كل شيء باش تتفاهموا معناها. لا سامي نعم سلم ولدك يضرب فيها اي يضرب. انا ديت المراه هذه نصدق ما اعتقدت البنيه المراه هذه محافظه على اولادها راهو اليوم ولا كانه حاجه عظيمه فخره انه ام محافظه على اولادها كان هو فخره تولي كانه حاجه عظيمه. الحاجات الخايبه نقص شوي من غيره انت نقصي. لا لا نقص شوي من غيره خوك انا نحكي كيما خوك وقالت لك يضرب دخلت شي دخلت برشا مرات بيناتهم وعلي يضرب فيها يتعاركوا على النساء وعلى هاك مشيت وهاك قابلت هذيك وخرجت يسكر يشر 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 اي مش معقول انه يضرب هو ما يتعارك. لا 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 خلينا نفسر لك عاد جاوبيني انت معايا ولا انه مش معقول يضرب؟ نعرف في بالي اللي هو ممنوع الضرب في بالي ممنوع وكل شيء نعرف هذايا نعرفه به. انت كلمتوش وعيتوش؟ كلمته يسمعش كلامك؟ كلمتها وكلمته زاد يسمعش كلامي ما يسمعش كلامي. انا كلمتها وكلمته كلمتها هي تضرب فيه هي؟ لا كلمتها هي هم ريت هما كيتعاركوا اخر عركه تعاركوا على وحده اسمها صالحه جارتها اخر عركه بسكينه هكا وفي الشارع تا 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 قولي بالسكينه يا لطيف مرته بسكينه والله لا ثم يا سي جعفر والله قسما بالله يا سي جعفر بدين الله والله بسكينه في الشارع. انت معانا حاضره انت حاضره انا حاضره واقفه من غادي وما حبش نقرب لكم يا ربي يهديك والله ربي يهديك ما عادش تحلف ويهديك ما عادش تحلف نحلف خاطر نعرف روحي شنو نقول وشنو نعمل انا منه اقسم بالله هادي هادي عاش بنتي لا انت تحلف وهو ما تقوليش لا 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 تعمل لي هكا ما تحلف لا لا خاطر حاجه انا حاضره عليها وراس ولدي وراس ولدي نورت عيني وراس ولدي الا صارت منها اصلا هو مش موجود بالكل. انا وقت جيت ثبتني صالحه هذه وقالت لي لمك مجنين وانت اكبر منه وانت سنك طايح وانت بيك وانت عليك عندي العريض نوريها لك. مشيت شكيت بهم في الحاكم ما كلمتهمش خاطر ما نجمهمش خاطر نجم ناكل تريحه. مشيت شكيت بهم في الحاكم هاك العريض الفوق ونوريها لك سي جعفر وما كلمتهمش خاطر قالت لي اجاني لهنا كانك مرات تكلمت باش نعمل لك ما تكلمتش جمله. هو مش موجود ومش حاضر على العركه بالكل. هو مش شو يخلي لسانه مثلا تقول لي انت خرجت بسكينه وعطيت مرات اقسم بالله يا سي جعفر ما نعرفش هي الاخرانيه سامحني هذه الاخرانيه انت وياه وحد
انا ما حضرتش عليها. وكلمتني المراه في التليفون وقالت لي راهي كانت تتهم فيا برجلها والكل. قلت لها هذيك امور بيناتكم، تحبوا تمشوا تشكوا امشوا اشكوا، انا لا ما دخلني. اما العركه الاولى وقتها معنا خالك عمار ومعنا عماد ومعنا جماعه الكل، كي روحتوا في الليل تعرقتوا قدام الباب وهز سكينه في يد. مش مشكله، مش مشكله، فماش امكانيه للصلح؟ لا مستحيل يتصالح. ها مستحيل يتصالح. مستحيل يتصالحوا. تحكي مع هذا يطلع، تطلع لك براي، تحكي معه ويطلع لك براي. نقول لك انت ما جيتنيش الزوز. شو الطلب بتاعك انت؟ علاش عيطت لها؟ انا عيطت لها في بالي باش تلقى حل بيني انا وولدها. انا ما حكيت معاكم 70 مره ما حبيتوش تفهموا شنو انا حكيت. حكايه السكينه اللي تجبد فيها وبحكايه الجري اللي تجبد فيه معناتها مش باش تلقى لنا حل. ما نلقيش حل، ما عنديش حل. انا جاي نحكي، انا جاي نحكي بيناتهم. يا هاديه راهو الناس الكل حارب الام تعطي رايها وينجم يكون هو في المكتوب يقول لك وفي المكتوب يتلهى بصغارة. يتلهى بصغارة. تتلهى بصغارك؟ علاش أنا نتمرمد وهم يتمرمدوا معايا؟ أنا تجيبه تقول له تلهى بصغارك. سي جعفر أنا نحب نسألها سؤال أكثر. أي. ما يصيرش. تسامي. نعم. أنا أول مرة شكيت فيها بعبد الله وقت مرمدني وقت هبطني من المرناق وسكنني معاك وقت ساكنين في بيت واحدة في الزبيوت، هي بيت واحدة ما قسمها الزبيوت. أي. شنو اللي صار؟ أنا مشيت شكيت بيه هكا ولا؟ أي. تسامي برص وليداتك يا تسامي. أنت لولا وقت هو ما يروح ليش، وقت يروح لي في اخر الليل وقت ساعاتي بات البر شنو تقولي لي يا تسامي؟ راه فما ربي في الدنيا راه. انت لولا تقولي لي هادي بري اخذت عليه البحر ومع فلانه وفلانه وخليه كان ضربك مثال اللي شاضربك من بعد بري الحاكم وانا نشهد معاك. انا وصلت مشيت شكيت. اي وقتها هو يتبع في وحده قلت لها بري امشي وانا نشهد معاك. صحيح قلت لها سي جعفر انا راه اسمعني والله نقول كلمه كي ظل بابا او نعطيها لك من الاخر هادي وتقولوا لي الحقيقه حقانيه المراه هادي برجولية المرأة هي لحظة برجولية المرأة هكا قالت لك يشرب قالت يضرب فيها وأنا راني ضد لا حول ولا قوة هذه الله أعلم مش عندها من أمراض زادة مسكينة في العمر هذا أم حكيت أم حكيت السكينة والواحد ما تسماش منها لا يا أختي أنا حكيت السكينة تسماش منها أختي أختينا أختينا حكيت السكينة مرأة حقانية أنت اليوم مشكلتك مع راجلك اقعدي مع راجلك اقعدي مع راجلك وهذه تكون شاهدة بيناتكم يا حاجة سامحني أنت كشكيت بيه كشكيت بيه وهو يعيش معاك في الدار ويجيك الحاكم وتمشي انت للمركز عليه ما تقولي لهمش راجلي في الدار خلي يجوا يهزوه انا ما نقول لهمش خاطر ديما نحب نعطي فرصه ليه لا سامحني لا سامحني انت قدامي انا في الجنينه مشيت للمركز نتاع ضد العنف ضد المراه غاديكا وحكيت معاهم وجيت للجنينه لقيتني انا وعبد الله في الجنينه نتاع المركز قلت له هم طلبوه قلت له علاش تهز عليهم راني انا قلت لهم راهو ماهوش في الدار انا قلت له انت اي اي هي هي انا قلت له هكا مقسم انا ساعات تعاون على الغلط او نقول لك انا في وجهك المراه اللي سبتني وبهدلت حالي والله قسما بالله يا سي جعفر هما طلبوه طلبوني انا في الصباح قلت لهم ماهوش عندي مشيت هو ساكن عندك بس انا ما نحبش نوجعك هو ساكن عندك استنى 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 ثم ناس وثم ربي فوق منك مشيت انا وياه للجنينه اي وهي كانت في المركز خرجت جتني للجنينه وهم طلبوا عبد الله هز عليهم الصباح ما حبش يهز بعد هز قالوا له انت وين قال لهم ماني في المرسى حسيلو ما قال لهمش هاني بحذا المركز وهي جات لقيتنا قالت له انت علاش تهز عليهم راني انا قلت لهم راك ماكش في الدار مش صحيح ماكش تعيش معايا ما نعرفش كيفاش تقالي في الحكايات ايش معناتها معناها معناتها ما تحبهمش يهزوا هاني انا شاكيه بيك اما نحبش الحاكم يهزك يا خويا خلي تصفى هالوضعيه ذي اللي عنده حق ياخذ انت تسامية بالحق انت قاعد تحكي في حكايات من راسك سامحني لا 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 والله لا انت في سيدي رمضان ولدك ساكن عندك وين المرمدة وحدي ما سخفتش عليا لا سامحني لا ما هوش عبد الله وموتور عبد الله كلهم في دارك انا جيت صباح بكري نلقاها راقد عندك انا كيريا في عندك. انا كيريا في دار ونسكن ديجا بحذا العدليه والكل معناها تنجمي في اي لحظه تجي عندك عبد الله انا ما حبيتش نوجعك بالكلام اما انت راكي مسكت لا في عندك لا ما يسالش كان عندك حكايه قول لي ما يسالش مدام سالمه مدام سالمه تو المراه هذه مهدئه انها باش تعيش في الشارع تنجمش انت تكون قاصه خير بينها وبين رجلها على الاقل يتلهب اولاده ما هذا المطلوب ولا هذا المطلوب هي تعرف هو مش لاهبه اسمعني هو يخدم عند الناس هذوما وحتى المراه نتاع فرنسا كلمتني البارح وقالت لي عدي لي صحفيه ولا اي شكون
يخدم 60 دينار عند الدار هذه و60 عند الدار هذه و60 عند الدار هذه. أمه والله ب60 وهاو نعطيك نمره من الناس والله تحلف بوالله. كان يقولوا لك راهو ياخذ في اكثر فلوس، انا مسؤوله قدامك. يا بنتي ولدك يخدم في البرمة عندهم، يا بنتي ولدك يخدم في البرمة كل يوم، يخدم في الجنينة عند حسنة، يخدم يا بنتي ولدك كل يوم يجيب في ساك شراب يدخل به للدار. انت معايا، انت عندك ثلاث جمعات ما رتنيش وما دخلتش داري. انت ولدك كل يوم يدخل بالساك نتاع الشراب. ولدك توا في الجمعه ضربني مرتين، ضربني بالكف اللي جاب لي وجهي على الحيط. انت انت وراجلك انا ساكنه معاك، نعرف عليك كل يوم يضربك. على شنو انت انت يجي مع الحق، يجي مع الحق. ما تعرفش هي، ما تعرفش اخي. انا عايش معاك باش نقول لك راهو ضربك. انا تبرمت شويه، قداش مره يهرب عليا عبد الله، قداش مره يهرب ويخليني عبد الله. اي هي اش تعمل له؟ انا كي جبتها يا سي جعفر، انا هاني قلت لك انا جبتها كانت نجم تلقى لي حل مع ولدها. الله يرحم والديه، تحسبني بنتها. اقف مدام، اقف مدام. انا اخر كلمه نقولها لك برا جيب له الحاكم يهزه، هذاك اللي هو اللي عندي. لا سالمه. نعم. مش حلو ولدك يمشي الحبس. خلينا نلقاو حل. لا 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 لا. خلينا نلقاو حل في الوسط. انا فهمتك وحاسك، حاسك تعبه وتعبت منهم ومن مشاكلهم. انا تعبت، انا الراجل مشى خلى لي اربع صغار. وحدي ربي معناها ربي معاك، ربي معاك عايشه. الله هادي اغزل لي. احنا اليوم باش نلتبسوا منك انك تتدخل للمراه هذه مع ولدك، فهمتني ولا؟ تقول له يا خويا انفق عليهم، انفق على اولادك. هذه مشيت للمعتمد قلت له سكنني وكذا، فهمتني ولا؟ بشي بيته في الشارع. هل من المعقول مراه إيه هو يعاون فيكم المعتمد؟ المعتمد يعاون فيا، المعتمد يتفرج فيا توا. المعتمد كي مشيت ومشيت نشكي له قال لي انت في المشار ولا وراجل يعاون فيه مسلم في البلديه ويتعاون فيهم هاله ويتعاون فيهم مدام لميا على الكري وعلى الماكله وهذيك نتاع القمرت كلهم يجيبوا لهم كل شيء من كل شيء. سامحني سامحني. اي نجم تتصل به. سامحني انا كي مشيت المعتمد يعاون فيهم. لا مش المعتمد، البلديه نتاع المرسى. سي جعفر اللي تحكي لك عليهم باش نقول لك حاجه، الناس تحكي لك على بلدي اللي تحكي لك على بلدي القصر اللي انا بنشكر مدام هاله برشا. بلدي القصر هزوني من الشارع، فهمتني؟ هزوني من الشارع بلدي القصر وقت اللي ولدها قاعد يغرم في زمانها، هزوني من الشارع، فهمت؟ ما عنديش كارني نتاع دواهم، وقفوا معايا باش عملت كارني اصفر، مش كارني ابيض، كارني اصفر. ثم تحسن معناتها، ثم تحسن. اسمعني لما تحكي لك عليها ما تعاون فيها ما تجيبها مدام هاله. يا هادي لحظه عاد، علاش ما شكرتيليش هاله من بكري؟ وانا ديجا كنت بش انا كنت باش نجبدها، كنت باش نكرمها. باهي وضعيه ذا اقعد معاهم، احنا متوسمين فيك خير، انت ظاهره امراه طيبه وفاضله وواحد. اقعد مع ولدك ومع بنتك هذه، خاطر دخلتك تفرح ياسر وقت اللي تقول بنتي جايه تفرح ياسر. اقعد معاه وكان المكتوب فيه تشيو على رواحهم ويقعد القدر بيناتهم وكذا، ويتربيوك الصغيرات وكذا وينفق على صغيرات. موافقه؟ انا عجزت يا جعفر، انا زي انا باش نخرج للشارع وما مش معبرين هذا الكل، شنو باش نعمل؟ هي قالت لك ولدي ما نجمش نحكم فيه. ليه انت تحكي معاه؟ تحكي معاه؟ انا نحكي معاه، نحكي معاه زيد، ما عنديش معناها، ما نجمش نقول له. انت طردتني تسامي من دارك خاطر عبد الله ما خلصش الكري، طردتني في القيله من دارك وانا حبل بمريم، هذه زاد صحيحه؟ لا صحيحه، ما مش كيف حكيتها. طردتني على خاطر شكيت بعبد الله. لا ماهوش على الكري، لا سامحني. طردتني على خاطر شكيت بعبد الله يا تسامي. لا والله لا. خاطر عبد الله كنقول اعطيني المصروف يرمي لي 500 والله فرنك. والله لا، راهو ثم ربي فوق العباد، اسمعني، والله لا. هي احنا مشينا نسهروا في الجنينه. قلنا لها امشي معنا، قالت ما نمشيش، خليناها في الدار ومشينا، سهرنا في جنينه وهي وحدها في الدار. من بعد كي خلطت علينا الجنينه، تو كي قلت لك امشي معايا، قالت لا، من بعد خلطت الجنينه، كي جيت مروحه بولد عليها ولايد يعرفوا عبد الله. قالت له تخرج توا في الليل، ماك انت راجل تخرج توا في الليل البوسلسله وتضاربوا بالبونيه خاطر هوت مانيك على مرتك. يا بنتي انا وعبد الله مشكلتنا إيه نفقة قبل، ما فماش منه هالكلام. لا لا والله هذه هي الحكايه. ما نجوش بالطويل، هاي سطوا عني بيا. ما فماش منه هالكلام، عليه تزيد في برشا كلام. لا لا صحيح، هذا هو اللي صار. يا سي جعفر هذه اخر فرصه عندي، عليه تزيد في الكلام هذا الكل. سطوا عني بيا، شنو صار؟ شنو هو؟ انت شنو المطلوب تو؟ ما فماش منه، هذه باش تصلح بيناتنا سي جعفر وهي قاعده تحكي في الغلط. يا بنتي شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ هذا هو اللي صار، شنو؟ يا بنتي ما فماش منه اللي تحكي فيه. يا بنتي اختار منه يا هاديه، هذه الحكايه اللي صارت. ليه ماشي
شو مطلوب انت؟ شو مطلوب؟ علاش عيطت لها؟ انا في باليش، انا في بالي اللي هي باش تقف مع الحق، في باليش بزاف الكلام، انا في بالي هي باش تقطعني من الشارع، انا باش نقعد في دبري انت، انا باش نقعد في الشارع نهز ولادي. هذا الكلام اللي قلته هذا صحيح. اسمعيني، انا كندس في البرويده في الشارع، ولادي ما عندهمش ماكل، نستنى العباد اللي قاعدين على البلفار اللي تخليش تركه سكروت، نهزوا لوالدي ولبنتي باهي الفطاير اللي خلوها على الواحه باش تطلع غرط، نهزها لاولادي خاطر ما عندهمش باش ياكلوا باهي. جيتي تحكي لي في الحكايه هذه؟ اي هذا اللي انا ما عرفتش يهمني فيه الخط نتاعو. انت عيطت لي باش تستنى على الحق، انا ما عرفتش يهمني باش يخرج مع البنات، انا الحب ويتلهب ولاده، انا نلف الماكله بالزبله ونهز ولدي مريض توا، ولدي بدو كل يجري بالماء خاطر لقيت باكو حليب على البحر وهو يبكي ما عنديش، لقيت باكو حليب محلول على البحر هزيته ولدي يشرب فيه، ما عنديش باش ناخذ له باكو حليب، ولدي توا مريض، طلعت عليها قلت له ولدك مريض اش عملتي جعفر؟ مشى جاب لي مرت عمه، ولدي بدو كل يجري بالماء، عندي تليفون وريت تصويرته، بدو يجري بالماء اش عمل؟ مشى جاب مرت عمه جايبه في ايديها دبوز نتاع غاز، اكل شو اسمه هو ذاك ريزيستونس، جابته تعمل ولدك مريض بقول له منوغث ولا شنو هو المرض العربي، تعمله في ايديه وفي خشمه وفي وحديته، ولدي بدنه كل يجري بالماء، ولدي مريض، ولدي انا نوكل فيهم بالشارع، انا عندي استعراف التوزيع. بالله لحظه تقابلنا نحن قبل؟ لا سي جعفر، انا كنت نخدم في شريك قبل في الله. لا لحظه كلمتني بالتليفون مره انت؟ عمري ما كلمتك سي جعفر، وهذه فرصتي وانا كانت عندي حلم اللي انا باش نقابلك. باهي خاطر راني سيدي. صلي على النبي، هذه امك هذه. امي وربي يستر. ستوب. حل الجواب، اجي جا حشيش. حل الجواب. اقعد مدام. اقعد. سامحونا من غير سلام تفاديا للمشاكل نتاع الكورونا، ان شاء الله ربي يفرج على التوانسه الكل. باهي، وضعيه معقده برشا. احنا تويكا نطلبوا تدخل عاجل. فهمني ولا للجمعيات، للمؤسسات، الشركات، لرجال الاعمال، لاي انسان في اللحظه هذه، هذه المراه سامحوني حتى كانت تعشى وتوكل في ولادها من الزبله. اي ولدي مرض، ولدي مريض. مادام خلينا نتكلم انا تو نفسر. توكل في ولاداتها ثلاثه من الزبله، لا حول ولا قوه الا بالله. لو كان ثم شكون ينجم يتصل على الصفحه نتاع البرنامج، فهمني ولا، ولا يكلم بالتليفون رقم البرنامج اللي هو 29 7 6 6 3 0. مرأة توكل في ثلاثة صغار، قدش عمرهم؟ بنتي الكبيرة داخلة في 6 سنين، والصغير بكل عمره عام وثلاثة شهور، اللي هو يكل في ماكلة من الزبلة سي جعفر، أقسم بالله والله. أنت بالعقل باش تحكي لك أكثر. ما نجم نقولوا حتى شيء، أي إنسان ينجم يتدخل يعاون عبارة وليداته. باسم الدين، باسم الوطن، باسم الحب، باسم الانسان. اون بليس المراه هذه باش تطيش تلقى روحها في الشارع، لو كان ثم شكون عنده حتى بيته زايده وكذا فهمتي ولا، ان شاء الله يعاونوك وان شاء الله ما نسمع عليك الخير. مرحبا بك، محلاك فهمني ولا، ان شاء الله تكون قصه خير، نحبك تكون قصه خير بين رجلها وبينها هي، وتقعد معك الوليدات. بارك الله فيكم، نسمع عليكم الاخبار الطيبه. تفضل، مرحبا بك. ان شاء الله، ان شاء الله ربي يسمعنا الخير في قادم الايام، ان شاء الله ما نسمعوا كان الباهي على هاديه، ووليداتها ان شاء الله يعاونوها الناس، يعاونوها الناس على الاقل باش تقيم بالاطفال فهمتي ولا، وتكن راسها حتى يكريوا لها في بلاصه ب 100 150 دينار 200 باللي هو، ان شاء الله ربي يفرج. تحيه زاد للوالده نتاع رجلها، مراه كانت متزنه، معناتها قالت كلام صواب وحسيناها، قالت الحق وما زينتش ولدها، قالت لها ولدي وولدي مريقل وكذا، تولي قالت الحقيقه، يعطيها الف صحه الحلقه نتاع اليوم وفات، يعطيكم الف صحه في الامان.